صباح الخير. زيارتنا الصباحية لليوم رح تكون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. هذه الوزارة التي تعنى في العديد من المسؤوليات لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعين التجاري والصناعي. اليوم بجولتنا الصباحية في الوزارة رح نتعرف أكثر عن مسؤوليات ومهام هذه الوزارة. خليكم معنا. صباح الخير. أول شيء سعد صباح عليك وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي. يعني أكيد في البداية اليوم زيارتنا الصباحية رح نغلبك فيها شوي، حبينا أنه نكون معاك في الميدان في يوم عملك، وحابين نعرف في البداية نبذة عن وزارة الصناعة والتجارة، مسؤولياتها ومهامها. أهلا وسهلا فيكم، يعني مشرفينا طبعا اليوم، إحنا سعداء أنه نستضيفكم ونطلعكم على طبيعة عمل وزارة الصناعة والتجارة والخدمات اللي بنقدمها. الوزارة طبعا من مسماها إحنا مسؤولين عن ثلاث محاور رئيسية: محور الصناعة من حيث وضع السياسة الصناعية، الإجراءات الكفيلة بتنمية وتعزيز الصناعة المحلية ومساعدتها في تعزيز صادراتها ونموها وإيجاد فرص العمل. جانب التجارة طبعا هون بنتناول محورين رئيسيين فيه: التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. التجارة الخارجية معنيين احنا بعملية التصدير، إيجاد أسواق وفتح أسواق لمنتجاتنا الأردنية وخدماتنا في الدول الأخرى، واحنا بحمد الله نتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع عدد لا بأس به من الدول في مختلف المناطق، وهذا بيعطي فرصة لمنتجاتنا من الخدمات ومن السلع للوصول إلى هذه الأسواق. في جانب التجارة الداخلية طبعا معنيين بتنظيم التجارة الداخلية، وهذا مرتبط بالمحور الثالث اللي هو محور التموين. محور التموين محور هام جدا في عمل الوزارة، نرتبط فيه طبعا بموضوع المخزون الاستراتيجي للمملكة، سواء كان المخزون الاستراتيجي اللي الوزارة مسؤولة عن توفيره ممثل بمادة القمح والشعير، وطبعا القمح أهميته بتيجي من حيث تأمين الطحين للمخابز وتوفير مادة الخبز للمواطنين بالسعر المحدد. الجانب الثاني اللي بهمنا نراقبه أيضا في مجال التموين اللي هو توفير المواد الأساسية الأخرى اللي مسؤول طبعا القطاع الخاص عن استيرادها وتوفيرها في المملكة. عندنا نظام ربط مع الجمارك بيبين معنا بشكل يومي الكميات اللي بتم استيرادها للمملكة، وعندنا تواصل كمان مع القطاع الخاص والمحلات الموزعين التجار المختلفين للتأكد من توافر الكميات في الأسواق. بجانب آخر بيساعدنا في هذا الأمر طبعا تواجد المؤسسة الاستهلاكية المدنية منتشرة في مختلف المحافظات لديها العديد من الأسواق، ودور المؤسسة طبعا توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. الجانب المهم في السياسة التموينية أيضا اللي بهم المواطن اللي هي مراقبة الأسواق، لنا دور أيضا في الرقابة على الأسواق المحلات التجارية للتأكد من تنفيذها وتطبيقها لقانون الصناعة والتجارة، التأكد أن المنتجات عم تنباع بالأسعار المعلنة عنها، إذا هناك منتجات محددة أسعارها يتم مراقبة التزام التجار بالأسعار المحددة. جانب الجوائز والعروض اللي بتقيمها المحلات التجارية والشركات أيضا هذه الأمور يجب أن يكون في أخذ موافقة من الوزارة ورقابة الوزارة عليها. نعم، يعني أكيد معاليكي هناك العديد من الخدمات اللي عم بتقدمها وزارة الصناعة والتجارة للمواطنين بشكل عام. خلينا نبدأ جولتنا في الوزارة ونتعرف على هاي الخدمات بعد إذنك. تفضل. شكرا. معاليك
خدمة المكان الواحد سهلت على العديد من المواطنين تسريع الإجراءات. يعني زمان كثير كان المواطنين يعانوا بأنهم بتنقلوا من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى لاستكمال الإجراءات. نحكي عن خدمة المكان الواحد في الوزارة. خدمة المكان الواحد أوجدت في الوزارة من عدة سنوات وتم التطوير عليها طبعاً مع مرور الزمن، وهدفها الرئيسي نخفف على المراجع بدل ما أنه يضطر حتى يستكمل معاملته يلف على عدة جهات. جمعنا مجموعة من الجهات ذات العلاقة بعملية تسجيل الشركات وتسجيل المؤسسات الفردية في مكان واحد عندنا في الوزارة، هلا رح نطلع عليه. من خلالها بتسهل على المراجع انه يقدر يراجع الجهات المختلفة للحصول اما على شهادات او الحصول على بيانات تسجيل في مكان واحد. نعم، يعني معاليكي لاحظنا انه عم بتقدموا خدمة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كمان. نعم، احنا حريصين طبعا في الوزارة انه نقدم خدماتنا لكافة فئات المجتمع وتتقدم بشكل يسير وسهل. نعم. من خلال المدخل الجديد اللي اوجدناه فيه مدخل يعني مؤهل. نعم. لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا وضعنا الآليات الكراسي إذا شخص كبير بالسن أو ما بقدرش إنه يمشي. في نفس الوقت عندنا من خلال نظام الدور في عندنا شباك خاص لذوي الاحتياجات الخاصة مشان الشخص ما يضطر يستنى دوره مع الأشخاص الآخرين، بيتم أخذ المعاملة بشكل. نعم، الله يعطيكم العافية. واهتممنا كمان بتدريب موظفين، دربنا حوالي 30 موظف من اللي بيشتغلوا في خدمة المكان الواحد. نعم. على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. معاليك أيضا إذا بدنا نحكي عن قانون الاستثمار وقانون الشراكة ما بينكم وما بين القطاع الخاص، يعني أكيد. نعم. مش رح نعطيه حقه، لكن إذا نحكي شوي عن هالقانون لو سمحت. هم القانونين مهمين كتير. قانون الاستثمار طبعا صدر في نهاية العام 2014، وهذا القانون بموجبه أنشئت هيئة الاستثمار بعد دمج مجموعة من المؤسسات المعنية بالاستثمار، وكان هدف الرئيسي توحيد مرجعية الاستثمار. نعم. وإنشاء نافذة استثمارية، وطبعاً النافذة مهمة كتير لأنه هدفها شبيه لهدف خدمة المكان الواحد لكن بشكل أوسع. نعم. وأشمل، بحيث أنها تشمل مفوضين من كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وتعمل على خدمة المستثمر في مختلف التراخيص والمعاملات والموافقات المطلوبة من خلال مراجعته لمكان واحد في هيئة الاستثمار. نعم. قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً قانون جديد، وأهمية هذا القطاع أنه بيشجع وينظم عملية الشراكة فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة في الدولة. بدي أشكرك، شو بتحبي تقولي معلك؟ بشكرك طبعاً على هذا اللقاء. إحنا نطمح بأن نكون نساهم بأكبر قدر ممكن في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، سواء كان من خلال سياساتنا الصناعية أو التجارية أو خدماتنا اللي نقدمها. من الأمور اللي حابين نشتغل عليها ومن ضمن خططنا أنه نحول بأكبر قدر ممكن من خدماتنا إلى خدمات إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبرنامج الحكومة الإلكترونية حتى نواكب التطورات في تقديم الخدمات للمراجعين. شكراً معاليكي، صباحك جميل. وأكيد أعزائنا المشاهدين مستمرين معكم بزياراتنا الصباحية لمؤسساتنا الحكومية، نعرض الإنجاز المقدم. صباحكم دائماً جميل.